راح له بمطلق مطلق. انا في بيتين قال لي القناه، هذا القناه يقول نزف المشاعر ترجمتها بيات على الجزال السيلها ناقع. إيه نزف المشاعر ترجمتها بيات على الجزال السيلها ناقع، قد ململا ما تندرق بسكات، قصايد الواقع على الواقع. يا سلام قصايد الواقع على الواقع. عطنا قصيده. بعد القصيده القصيده تغريده. إيه هذه تغريده. هذه القصيده اللي ابها عبد العزيز بدر اللي قايل لها الموعد ان شاء الله اجيبها له ثاني مره. يقول يا بدر خذ مني تجارب عمر بصياغه اديب اغلى من كنوز العرب اللي ورثتها عيالها. الناس تترقب بعض والله على خلقه رقيب، واللي عمل مثقال ذره يلحقه مثقالها. الوقت ميلاته قدر والحظ ميلاته نصيب، وبين المقدر والنصيب النفس تلقى فالها. واذا بقى قلبك هدف ما يقنع العقل المريب وقف، ترى هداف القلوب يضيع من يعنالها. اسمع ولكن للكلام الجزل للراس العريب، لرخيت اذنك للهروج الخيط راس شالها. واذا نظرت واذا نطقت تنطق بقول الحق والراي الصليب، ما ضيع ثقال الرجال الا خفيف اقوالها. وانظر ولكن لا تدور عيب في الناس وتخيب، بك عيب مثل عيوب خلق الله وحالك حالها. ولو كل شاطر مجتهد اللي اجتهد دايم يصيب، ما كان صارت غلطة الشاطر بعشر امثالها. خلك ضعيف خلك بخيل، ان قالوا ان الطيب في ذم القريب، البخل عم تدردا كرامته بالحالها. وخلك ضعيف ان قالوا ان القوة بذم البعيد، بذم البعيد الضعف عن فعل المحارب قوة المنالها. واعرف واعرف ترى كلمة نعم يتعب لها القلب اللبيب، وكلمة نعم في غير طوع الله ما حد طالها. وإذا ذكروها بواحد ما طاع جهر وطاع غير، كذبتها بمن هو يقول وكذبت من هو قال. وسلامتك. صح لسانك. صح لسانك.